انا بس قبل ما يعني يمكن عارفه انا ليه بسال شويه اسئله صغيره حوالين الموضوع علشان بس بيبقى ايه كما لو كان تاهيل للموضوع الاساسي. يعني انا عايز اعرف ايه انسب سن عموما، يعني من ناحيه النفسيه حتى، من ناحيه البدنيه، من ناحيه الصحيه، ايه انسب سن للبنات وللولاد؟ انا بصي انا شايفه في حدود ايه يعني رينج من كام لكام. انا شايفه ان بالنسبه للبنات ليت 20s يعني النص الثاني من العشرينات، 28 29 وبالنسبه للولاد مش قبل ال 30 ابدا، مش قبل ال 30 ابدا. يعني انت اصليه هي مسؤوليه الجواز، مش هي ان انا بس بصرف، هو بيصرف على بيت وهي بتطبخ وبتغسل، مش دي القصه. يعني انت بتهندلي علاقه وبتهندلي شخص تاني واحلامك واحلامه وتربيه اطفال، وانه يعني لا موضوع كبير يعني. فالناس محتاجه بس تاخد وقتها ان هي زي ما بقول لك تسافر وتتعلم وتعرف نفسها وتاخد كورسات وتغير رايها كل شويه. يعني انا مثلا حد من الناس لما كنت في الجامعه انا اتخرجت بحاجه واكتشفت حبي للسيكولوجي ده متاخر جدا بعد ما اتخرجت، فرجعت ودرست تاني. يعني تيك يور تايم يعني كل ما الواحد بيتاخر شويه كل ما بينضج اكتر، كل ما طريقه تفكيره بتختلف زياده، كل ما يعني انطباعه عن الاشياء بيتحول، كل ما هو هويته وضحت، كل ما هو بقى اوضح له عايز يبقى مع حد عامل ازاي، شكل هويته الحقيقيه. لكن الناس اللي بتتجوز صغير قوي دي لسه ما وصلتش يعني لشكل يعني واضح قوي في شخصيتها بالزبط. بتتغير واللي معاها بيتغير، فبيبقوا اتنين الحياه بينهم يعني بيبعدوا عن يعني بعض. ممكن المشاعر تتحول بعد فتره زمنيه، يعني هم متجوزين صغير قوي طبعا وارد انها تتغير. يعني هي تبص له بصه مثلا ان هو مش ناضج انفعاليا او ثقافيا، او هو يبص لها نفس البصه دي، فالمشاعر تتحول بعد فتره ويتسائلوا تحولوا ازاي، ينضجوا ويتغيروا. اكشن الناس بتتغير جامد جدا في العشرينات جدا، انت تفتحي بقى على الدنيا وتشتغلي وهو يشتغل والكلام ده، الناس بتتغير جدا. فعلى نص الثلاثينات كده بتبدا الناس تاخد الشكل، مش عايز اقول النهائي لاننا كلنا بنكبر وبنتعلم، بس يعني خدتي جزء كبير قوي من الهويه خلاص، لا انت عارفه ان هي انت. ونفس الحاجه بالنسبه للراجل. فاللي انا بشوفه في الكوتشنج ان الناس لما بتتجوز وهي صغيره اللي بيحصل ان هم بيتغيروا، بس طبعا بيخلفوا فبيقعدوا عشان العيال، وبعد كده في الثلاثينات بيطلقوا يعني او يعني فيعني لا هو خد وقتك او مستعجلين على ايه. انا مش طيب مش سؤال، مش عارفه الناس بتبقى مستعجله على اي حاجه، غريبه جدا والله.